السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا التسجيل نتناول توزيع منفصل اسمه The Geometric Distribution. تعاملنا مع هذا التوزيع في أمثلة وأسئلة محلولة في المحاضرات السابقة، ونركز في هذه المحاضرة على فهم طبيعة هذا التوزيع واشتقاق الـ Probability Density Function له. فهنا consider a series of independent trials each having one of two possible outcomes success or failure. يعني لدينا سلسلة من المحاولات المستقلة، محاولات برنولي المستقلة التي كل محاولة فيها إما ينتج عنها success أو failure، واحتمال success في كل واحدة من هذه المحاولات هو P، فP تساوي probability trial ends in success، يعني احتمال أن ينتج عن المحاولة success. Define a random variable X to be the trial at which the first success occurs. يعني X هنا هو المحاولة التي يحدث فيها success لأول مرة. فX هو عدد المحاولات اللازمة للحصول على success لأول مرة. الشكل هذا يوضح بالضبط طبيعة الراندوم فاريبل X. فلحساب احتمال أن X تساوي K على سبيل المثال، يعني معنى ذلك أننا حصلنا على أول success في الكيث ترايل في المحاولة K، يعني أول K minus 1 من المحاولات كانت كلها محاولات فاشلة، والأخيرة وهي التي ترتيبها K هي التي أعطتنا أول success. فإذا نرتب المحاولات اللي عددها K كالتالي: أول K minus 1 من المحاولات كلها F F F يعني failure، والأخيرة S يعني success. وهذا طبعا المحاولات كلها مستقلة، فحساب احتمال أن يحدث لدينا هذا سهل جدا. فنقول PX of K، وتعريفها احتمال أن X يساوي K يساوي probability first success occurs on kth trial، وهذه تساوي احتمال أن first K minus 1 trials fail and the kth trial succeeds. نفصل الحدث هذا عن الحدث هذا لأن كل المحاولات مستقلة، فنحصل على PX of K equals P of first K minus 1 trials fail dot probability kth trial succeeds، فقط بهذا الشكل. طبعا احتمال السكسس في كل محاولة تساوي P، فإذا احتمال الفيلير في كل محاولة يساوي 1 minus P. فعندي K minus 1 من المحاولات نضرب 1 ناقص P في نفسه K minus 1 من المرات حتى نحصل على احتمال أن أول K minus 1 من المحاولات فاشلة، وهذا يساوي 1 minus P to the K minus 1، هذا الجزء. أما الجزء الأخير فهو احتمال أن تكون الكيث ترايل سكسسفول، فهذا بنضربه في بي وانتهينا. وكي هنا طبعا تساوي 1 و2 إلى آخره. طبعا لاحظوا أنه كي يبدأ بواحد لا يبدأ بالصفر، لأنه حتى نحصل على 1 سكسس علينا أن نجري محاولة واحدة على الأقل. فكي تساوي 1 ومعناها أننا حصلنا على النجاح من أول محاولة، أما 2 فمعناها المحاولة الأولى فشلت والمحاولة الثانية نجحت وهكذا. إذن هنا هذه التجربة نكرر فيها البرنولي ترايلز حتى نحصل على أول سكسس ثم تتوقف التجربة. وهو يختلف عن توزيع الباينوميال، لأنه في التوزيع الباينوميال نجري N من المحاولات ونحسب احتمال أن نحصل على K من المحاولات الناجحة من بين الـ N من المحاولات. We call the probability model in equation 4.4.1 a geometric distribution with parameter P. فمنلاحظ هذا التوزيع اسمه geometric، وهو يعتمد على معلمة واحدة فقط وهي P، احتمال السكسس في البرنولي ترايلز. هنا ملاحظة: even without its association with the independent trials and the above figure, the function qualifies as a discrete PDF. يقول هنا بغض النظر عن علاقة هذه الفانكشن بالإندبندنت ترايلز والشكل السابق، فهذه الفانكشن مؤهلة لأن تكون ديسكريت بي دي اف. لماذا؟ أولا لأنها موجبة، لأنه P موجبة، وطبعا P أكبر من صفر وأقل من واحد، ف1 minus P موجبة أيضا، فبالتالي كل هذه موجبة لكل قيم K 1 و 2
إلى آخره. هذا الشرط الأول بالنسبة لشروط البي دي اف. الشرط الثاني المجموع، هل المجموع هذا يساوي واحد؟ نعم، نضع بي في الخارج ويصبح لدينا sum k equals 1 to infinity 1 minus p to the k minus 1، لأن أخذنا p في الخارج، وندع j يساوي k minus 1، فعندما تأخذ k 1 j يأخذ 0، فبالتالي يصبح لدي هذا sum يساوي p sum j equals 0 to infinity 1 minus p to the j، وهذه طبعا هي الجيومتريك سيريز بشرط أن يكون 1 ناقص p أكبر من صفر وأقل من واحد، وهي تحقق هذا الشرط، فبالتالي هذا الصم كله يساوي واحد على واحد ناقص واحد ناقص بي التي تقابل R بالنسبة للجيومتريك سيريز، والمقام يساوي بي، فهذا كله يساوي بي، وهنا لدينا بي في الخارج فنضرب ويساوي واحد، فبالتالي أثبتنا أن بي x of k equals 1 minus p to the k minus 1 times p وk تساوي 1 2 إلى آخره، هي فعلا discrete PDF. مثال: a pair of fair dice are tossed until a sum of 7 appears for the first time. طبعا هنا نلقي حجري نرد حتى الحصول على مجموع 7، يعني مجموع العددين الناتجين من حجري النرد يساوي 7، مثل 3 و4 و4 و3 إلى آخره. نعتبر أن الحصول على 7 هو success، فهذه التجربة تستمر حتى الحصول على 7. لو رمزنا لعدد المحاولات المطلوبة للحصول على success لأول مرة بx، فx توزيعه geometric، والمطلوب حساب p احتمال success، فما احتمال أن نحصل على 7 عند إلقاء حجري نرد؟ عندما نلقي حجري نرد في السامبل سبيس تتكون من 36 أوتكم. الأوتكمز اللي بيكون المجموع فيها 7 هي 1 و6 و6 و1، 2 و5 و5 و2، 3 و4 و4 و3، ف6 أوتكمز من بين 36 أوتكمز موجودة في السامبل سبيس. فالمطلوب هنا What's the probability that more than 4 rolls 4 rolls will be required for that to happen، يعني ما احتمال أننا نحتاج إلى أكثر من 4 محاولات حتى الحصول على sum of 7، حتى الحصول على success لأول مرة. فالسولوشن هنا كالتالي: each throw of the dice here is an independent trial for which، يعني محاولات إلقاء حجري النرد مستقلة واحتمال success كما ذكرت قبل قليل يساوي 6 على 36، وبنختصر فنحصل على 1 على 6، إذن P تساوي SODS. Let X denote the roll at which the first sum of 7 appears. كما قلت لكم X هو عدد المحاولات المطلوبة للحصول على sum of 7 لأول مرة، فبالتالي X has the structure of a geometric random variable. المطلوب هو احتمال أن X أكبر من 4، فطبعا أكبر من 4 يعني 5 و6 و7 إلى ما لا نهاية، فحدود عددها ما لا نهاية، فنستخدم قانون الكومبلمنت، فإذا احتمال X أكبر من 4 يساوي 1 ناقص احتمال الكومبلمنت، وهي X أقل أو يساوي 4، فهنا بتعطينا حدود قليلة، وهذا يساوي 1 ناقص أقل أو يساوي 4، يعني K تأخذ 1 حتى 4، فنجمع البي دي اف مع استخدام احتمال السكسس 1 على 6، إذا عندي 5 على 6 وهي 1 ناقص P to the K minus 1 ضرب P وهي 1 على 6 وهذا يساوي 1 ناقص، نستخدم آلة حاسبة للجمع فنحصل على هذا العدد والإجابة هي 48 من 100. Theorem 4.4.1: Let X have a geometric distribution with PDF P sub x of k equals 1 minus p to the k minus 1 times p و k equals 1 to إلى آخره. Then A mx of t اللي هي المومنت generating function of x equals p e to the t over 1 minus 1 minus p times e to the t. وهذه حليناها في بعض الأسئلة أو الأمثلة عندما تحدثنا عن المومنت generating function. B expected value of x equals 1 over p. C variance of x equals 1 minus p over p squared. البرهان بسيط، الفرع A نبدأ بتعريف المومنت generating function of x
ف mx of t equals expected value of e to the t x أو expectation of e to the t x، وهذه طبعا تساوي the sum over k equals 1 to infinity e to the k في t في البي دي اف، وهي 1 minus b to the k minus 1 في b. مش مهم الترتيب، فهذا كله واضح. الآن قمت بحل هذا السؤال في محاضرة سابقة، ولكن هنا أحله مرة أخرى بطريقة مختلفة نوعا ما، وهي أننا نأخذ P و E to the T في الخارج، ويتبقى لدينا E to the K minus 1 في T حتى نوحد الأسس. P تطلع برا، وعندي E to the K minus 1 في T و E to the T. نطلع أيضا e to the t في الخارج هنا، ونضرب في مجموع k equals 1 to infinity بعد دمج اللي هي 1 ناقص b to the k minus 1 مع e to the k minus 1 times t، ندمجهم مع بعض فنحصل على sum k equals 1 to infinity 1 minus b times e to the t to the k minus 1، وهذا يساوي p e to the t the sum. نضع j يساوي k minus 1، فعندما يبدأ k من 1 يبدأ j من 0، ونفعل ذلك حتى نستخدم الجيومتريك سيريز، ويصبح لدينا 1 ناقص p في e to the t أس j، لأنه j تساوي k minus 1، وهذا يساوي p e to the t times السم. هذه جيومتريك سيريز بشرط أن يكون 1 ناقص p e to the t أكبر من 0 وأقل من 1. فالمجموع هذه الجيومتريك سيريز يساوي 1 على 1 ناقص الأساس، وهو 1 ناقص P E to the T، وبنبسط هذا فنحصل على P E to the T over 1 minus 1 minus P E to the T كما أثبتنا ذلك في سؤال سابق. فالشرط أن هذه الجيومتريك سيريز تكون فاينايت هو 1 ناقص P times e to the t أكبر من صفر وأقل من واحد، أو نكتبها بصيغة مكافئة وهي e to the t أكبر من صفر وأقل من واحد على واحد ناقص b، ثم نأخذ اللين فنحصل على t أكبر من صفر وأقل من لين واحد على واحد ناقص b. هذا الشرط المطلوب حتى تكون المومنت generating function of the geometric random variable موجودة. في الفرع B المطلوب حساب expected value of x وإثبات أنها تساوي 1 over p، فبنفاضل من moment generating function بالنسبة للt ثم نعوض عن t بصفر لنحصل على المطلوب. فالتفاضل هنا بنستخدم quotient rule بالنسبة للderivative، فنربع function الموجودة تحت هنا ثم نضرب هذه الفانكشن في تفاضل p e to the t، وتفاضلها هو نفس الفانكشن، ثم نطرح p e to the t مضروب في تفاضل الفانكشن 1 minus 1 minus p e to the t، فنحصل على هذا ونبسطه فنحصل على p e to the t over 1 minus 1 minus b e to the t squared. الآن نعوض عن t صفر، لاحظوا أنه عندما تساوي t صفرا فهذا تساوي p فقط، وفي المقام عندما نضع t تساوي صفر فنحصل على 1 minus 1 minus b، وهذا بيعطينا b مربعة، فبالتالي نحصل على the expected value of x تساوي 1 على b. في الفرع c المطلوب حساب الفاريانس، فنحسب المشتقة الثانية للمومنت generating function of x بالنسبة للt، ونحصل منها على second moment بالتعويض عن t تساوي صفر، ثم نستخدم القانون variance of x equals e of x squared minus مربع المين أو مربع expected value، فsecond derivative equals d by dt الfirst derivative بالنسبة للt، يعني نفاضل الfirst derivative of the moment generating function of x بالنسبة لt، فنحصل باستخدام الكوشنت rule of derivatives فنحصل على هذا التعبير أو هذا الحد. فبالتالي expected value of x squared وهو second moment of x يساوي second derivative للmoment generating function evaluated at t equals 0، وهذا يساوي 2 minus b over b squared. الآن نستخدم قانون الفاريانس، variance of x يساوي second moment of x minus مربع الفيرست مومنت، وهذا يساوي 2 minus b over b squared
اللي هو expected value of x squared minus 1 over p squared، والنتيجة هي 1 minus p over p squared، ويكون انتهينا من هذه النظرية. الآن نأتي إلى question 4.4.2. A teenager is trying to get a driver's license، يعني شخص مراهق يحاول الحصول على رخصة قيادة، قيادة سيارات. Write out the formula for the PDF PX of K. طبعا هنا بالنسبة لطالب حتى يحصل على رخصة قيادة سيارات فيجب عليه أن يجتاز الامتحان، فقد يجتاز من أول مرة أو من ثاني مرة أو ثالث مرة، فتستمر محاولاته حتى ينجح في الامتحان ويحصل على رخصة القيادة. فلو قلنا أنه X is the number of tries that he needs to pass the road test، لو قلنا أنه X هو عدد المحاولات التي يحتاج إليها للنجاح في اختبار السياقة أو الطريق يعني، فإذا X هان توزيعه جيومتريك. بقي علينا أن نعرف احتمال أن ينجح الطالب في اختبار يسموه road test. Assume that his probability of passing the exam on any given attempt is 0.10. يعني احتمال أن ينجح هذا المراهق في الاختبار في أي محاولة من هذه المحاولات يساوي 1/10. On the average, how many attempts is he likely to require before he gets his license؟ فهذا نستخدم الفرع A من النظرية السابقة، فالإجابة بشكل سريع تساوي 1/P، والحل بالتفاصيل هو if x equals attempt at which license is awarded and P تساوي probability driver passes test on any given attempt equals 0.1 then Px of k يساوي 1-P، يعني هذه P 1-P يساوي 9/10 to the K minus 1 ضرب P وهي تساوي 1/10 وK تساوي 1-2 إلى آخره. فنستخدم الفرع A من النظرية السابقة ونحصل على expected value of X equals 1/P ويساوي 1/10 ويساوي 10، يعني في المتوسط يحتاج هذا المراهق إلى 10 محاولات حتى يجتاز الاختبار ويحصل على رخصة قيادة. الآن the probability that he needs at least 3 attempts to pass the road test is 0.81، يعني احتمال أن يحتاج هذا المراهق إلى على الأقل 3 محاولات لاجتياز الامتحان والحصول على الرخصة، فهذا يساوي 0.81. كيف نحسبه؟ باستخدام المعادلة التالية: احتمال X أكبر أو يساوي 3 يساوي 1-، احتمال X أقل من 3. يعني هنا استخدمنا قانون الكومبلمنت حتى نقلل الحدود التي نحتاج إلى حسابها، وهذا يساوي 1-، عند الصم هنا يبدأ من K equals 1 وينتهي عند K equals 2 Px of k، وهذا طبعا يساوي بالتعويض بشكل مباشر 1 minus the sum from k equals 1 to 2 0.9 to the k minus 1 times 0.1، ونستخدم آلة حاسبة فنحصل على 0.81. The probability that he will pass the road test from the first attempt is 0.10. لماذا؟ لأن احتمال x equals 1 يساوي بالتعويض في الـ Px of k بk تساوي 1 ويساوي 0.1، يعني هي احتمال أن المحاولة الأولى تنجح، فبالتالي لدينا محاولة برنولي واحتمال النجاح فيها يساوي 0.1، فهذا هو الجواب، وبالله التوفيق.